جدتي في البيت؟ تنتظر ساعة الغدا في البيت. ماما عايشة، ماما عايشة. يلا يحطون لك الغداء؟ لا لا بعدين بعدين ابي احاكيك عن شيء. قلت لي بعدين نتحكي. لا ابي احاكيك عن شيء. انزين قاعده يا ماما قاعده. شنو صاير؟ ماما عايشه اشتغلتي 40 سنه في القطاع المصرفي وابي اسالك بعض الاسئله عن هالموضوع. سأله اللي اقدر عليه بجاوبك. قالوا لنا في المدرسه ان البحرين مركز تجاري من زمان مع حضاره دلمون وتايلوس والى اليوم وانا فخوره بهالشيء. اي بحرين نتيجه لموقعها الاستراتيجي في الخليج العربي، كانت كل السفن تمر فيها وتجيب تجارتها من تجاره الحرير والبهارات وكل شيء. وايد حضارات قامت هني وكان وايد ناس يجون لها من اوروبا ويتاجرون هني ويروحون الهند بتجارتهم. قالوا لنا عن اهميه البحرين في التاريخ الحديث يوم حفروا اول بير بترول وحتى قبله ويا تجاره اللولو. وقالوا لنا بعد عن واحد مهم جاي البحرين سنة 1921 يدور عن اللولو عندنا. اي اسمه جاك كارتييه ياخذ اللولو لانه هذي معروف في عالم المجوهرات في فرنسا. وقبل لا يجي كارتييه للبحرين بسنة واحدة تأسس اول بنك في البحرين، يعني بنحتفل بمية سنة على بداية القطاع المصرفي عندنا بعد 5 سنوات. اي كان بنك تشارتر بنك، كان البنك الشرقي يسمونه، وعقبه ب 26 سنه البنك البريطاني للشرق الاوسط، وعقب افتتحوا بنك البحرين الوطني، وسنه 1964 انشا مجلس النقد البحريني وكان مقره في وزاره الماليه. اليوم قالوا لنا ان المراه في البحرين كانت تهتم ببيتها يوم كان الرجال يروح الغوص ويغيب شهور. قلت لهم ان ماما عايشه كانت تهتم ببيتها ومصرف البحرين المركزي بعد، وقالوا لنا ان سنه 1957 تاسس بنك البحرين الوطني وكان اول مصرف وطني في البحرين. هل كنتي مولوده في هالسنه ماما عايشه؟ طبعا بس كنت صغيره. كم كان عمرك؟ انا ما بقول لك. والاهم من ذي كله هي المسابقه. في المدرسة طلبوا أن نحصل على أكبر عدد ممكن من المعلومات عن القطاع المصرفي وعن شغل المرأة في البنوك عشان نربح ونزور بنك من البنوك ويعلنون عن اسمنا في الجرايد. تخيلي ماما عايشة اسمي وصورتي في الجرايد. واو. مشاهدينا الكرام، يسرنا أن نستضيف الطالبة يارا بمناسبة فوزها بجائزة الطلاب للمرأة في القطاع المالي والمصرفي. بداية نرحب للطالبة يارا بفوزها بهذه الجائزة. شكرا. بيقولون يارا ذكية مثل يدتها. طبعا المرأة أول ما ابتدت ماما ابتدت في قطاع التعليم، يمكن قبل جينا أنا المرأة غير التعليم اشتغلت في بابكو، اشتغلت في الشرطة، يوم طلعت البنوك المرأة بعد راحت البنك وأثبتت نفسها. خبريني ماما عايشة، قال لنا أن دخول المرأة في القطاع المصرفي كان مع بدايات المصرف المركزي. لا، مؤسسة نقد البحرين كانت من سنة 1973 إلى سبتمبر 2006 حولوا الاسم من مؤسسة نقد البحرين إلى البحرين المركزي، من BMA إلى CBB. هل كنتي تشتغلين معهم في ذاك الوقت؟ وهل كان معاك نسوان يشتغلون؟ طبعاً أنا التحقت 75 يوم رحت تقريباً 10 نسوان كانوا يشتغلون قبلي. قولي الحقيقة، تقدر أي واحدة تشتغل مثل الريال في البنك؟ وشلون عن بيتها وعيالها؟ أكيد المرأة لا تقل ذكاء عن الرجل، بس المرأة عندها مسؤولية هي البيت. هل تدرجتي بسرعة وصلتي مديرة؟ أبي أصير مثلك مديرة. أي لازم تصبرين، لازم شغلك يكون ممتاز، لازم تكونين ملتزمة، لازم تحترمين الأنظمة والقوانين، لازم تكون عندك علاقات زينة مع الرؤساء والمرؤوسين، لازم تكون عندك قدرة على حل المشاكل، يعني وايد في معايير عشان تصيرين مديرة. طبعاً عقب 27 سنة من الشغل صرت مديرة، لكن تدرجت من مراقبة إلى رئيسة، عقب صرت مديرة. أنت اشتغلتي 40 سنة في البنوك مثل ما قال لي بابا نادر؟ إيه طبعاً.
وسويتي الشغل نفسه كل هالوقت؟ ليش ما غيرتي المصرف؟ لأن المعلمة قالت لنا أنه كان في 75 مصرف بداية الثمانينات، ليش ما غيرتي شغلك؟ وجودي بين جماعة ملتزمة محترمة للوقت والنظام والقوانين هو اللي شجعني أتم في المصرف طول هالسنين وما غير المصرف. هل برايك اللي تشتغل مديرة تقدر تشوف عيالها وتهتم بشغلها زين في نفس الوقت؟ طبعاً إذا تقدر تنظم وقته تقدر تخدم المصرف هم تخدم البيت. شنو سر نجاح المرأة وخاصة سر نجاحك ماما عايشة كمديرة؟ هل كان يدي يساعدك؟ وشون بعد عن المدراء الرياييين اللي كانوا معاك؟ أول شيء التشجيع اللي لقيته من المصرف والتدريب والاهتمام اللي لقيته من المصرف ومساعدة كل الزملاء اللي وياي، يعني احنا كنا نشتغل كخلية واحدة، كل واحد يساعد الثاني، كل هذه يخلي الواحد ينجح في عمله. بابا محمد ما كان يتدخل في شغلي ولا يعاتبني على تأخير في أمور البيت ولا شيء، أنا هذا الشيء انطلق من ذاتي. يعني أنا بكون مثلك إن شاء الله، وعشان أفوز في المسابقة وأروح المصرف كأني مديرة. إن شاء الله يجي ذاك اليوم وبيجي ذاك اليوم. بالعكس الأمور أنتوا عندكم أسهل من أيامنا، إحنا المعلومات متاحة لكم عن طريق التكنولوجيا اللي أنتوا الحين فيها، إحنا كنا نركض وراء المعلومات، لكن أنتوا والمعلومات تجيكم للبيت، أي شيء يطرح عليكم تطقون جوجل ويجاوبكم، إحنا ما كان كذي. أنت أحسن يدة ومديرة في العالم حبيبتي بامور. يلا ماما إن شاء الله مستقبل مشرق وظاهر في عهد الملك حمد بن عيسى الله يحفظه ومشروع الإصلاحي اللي من ضمنه مجلس المرأة، وموفقة إن شاء الله.